بسبب كلب زوجة تامر حسني أمام النيابة. أشارت تقارير إعلامية أن الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني حررت محضراً ضد جاريها المدير التنفيذي بالجامعة الأمريكية بسبب اعتداء كلبه على كلبها وتسببه في إصابته. وبحسب التقارير التي تداولتها وسائل إعلام عربية، فإن بسمة بوسيل زوجة تامر حسني حررت المحضر ضد جاريها المدعو محمد الذي يسكن بكومباوند الربوة في مدينة الشيخ زايد بسبب اعتداء كلبه على كلبها. وكشفت التقارير أن كلب المشكو في حقه قد قام بعض للكلب الخاص بالفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل. ومن جانبها أكدت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل أن اعتداء كلب جارها محمد كان عنيفا إلى درجة إصابة كلبها بجروح وندبات غائرة. وحمل المحضر رقم 2403 لسنة 2020 إداري قسم شرطة ثاني زايد. ويذكر أن الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل كانت قد ابتعدت عن الأضواء بشكل كامل، وذلك نزولا لرغبة زوجها الفنان تامر حسني. وجدير بالذكر أن بسمة بوسيل ولدت في 10 مايو 1991 بمدينة القنيطرة في المغرب. عملت بسمة بوسيل كمصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني. وتعد بسمة أقوى المشاركين في برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي في كل مواسمه، فهي أول مشارك يحصل على توب 1، غير أن المتسابق الثاني هو الأردني محمد رمضان في الموسم السابع، لكنه شارك توب 1 الثاني مع السوري نصيف زيتون. هي مصممة أزياء ومغنية مغربية معتزلة، شاركت في النسخة السادسة من برنامج ستار أكاديمي حيث وصلت للنهائيات محتلة المركز الثاني، وهي زوجة المطرب تامر حسني.